في القفطان كمان اللون يجنن. ده تصميم المصممة المغربية ليلى العمراوي، وطبعا بشكرها جدا انه لبستني من اخر موديلاتها، وانا على طول يعني ممكن في المغرب ما البسش قفطان مغربي، بس على طول بره بلدي اكيد طبعا اعتز وافتخر بالقفطان. القفطان دلوقتي بقى فيها الابيضات، يعني زمان كان بيبقى فيها الوانات معينه، دلوقتي بقيتوا بتتجهوا للحاجات السيمبل اكتر. هو لا، السيزن ده الابيض هو الموضه، فحتى بره يعني بتلاقي الموضه فعلا هو الابيض، والزخرفه الخفيفه بالورود سواء تبقى يعني في لون اسود او ذهبي، فالابيض هو بتاع السيزن. وبعدين طبعا الابيض يعبر عن السلام، فعشان كده انا اخترت الابيض الليله دي، واتمنى ان شاء الله السلام لمصر الحبيبه وكل البلدان العربيه. مش هنشوفك في السينما قريب؟ انا ان شاء الله عندي هخش تصوير بشهر ديسمبر في فيلم مغربي ان شاء الله، وهيبقى مفاجآت فيه حلوة، وقريب ان شاء الله هرجع مصر ببداية السنة الجاية جديدة ان شاء الله، وهيبقى فيه تواجد بمصر.